بهذه الحلقة عنا مواضيع عديدة أبرزها: هل تمت الصلحة أخيرا بين هيفا وهبة وأختها رولا يم موت؟ مروة راتب تنفي الإشاعات بخصوص الخلفية الاصطناعية يلي عندها إياها وتؤكد أنها منتج طبيعي 100%. غادة عبد الرازق بتصرفات غريبة أثناء جلسة تصوير مع بنتها روتانا. الفنانة المصرية روبي بإطلالة خضراء، إضافة كلكم عم تتسألوا ليش في خدوش على وجهي، وكثير من المتابعين طمنوا عني وسألوني عن محاولة السرقة والقتل يلي تعرضت لها. بالتفصيل رح خبركم عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى، ما رح فيكم تقفوا ولا موضوع، خليكم متابعين. التقى كل من هيفا وهبة ولجين عمران بافتتاح احد الفنادق بدبي، وكان لافت كتير اطلال كل من الفنانتين. خلينا نشوف كيف كانت اطلالاتهم ونعود للتعليق. يعني حلو كتير هذا التقاء الحضارات بين المكشوف والمستور، يعني صحيح وحدة مكشفة وحدة مسترة، بس المضمون واحد عند الشخصين. منبدأ بإطلالة هيفا وهبة، يعني ما فيها شي جديد، صرنا متعودين. إذا كانت لابسي منستغرب، بتقولوا لي وليد ليه ما بتعلق على هيفا وهبة بتضل طالعة بلا تياب؟ لأنه بس شوفها بتياب بعلق. يا حبيبات قلبي، ما في شي جديد، مثل العادي لابسي مكشفة عن الفخاض وهالدنب من ورا مثل الدجاج المنتوف ريشة اللي باقي لها دنب، يعني ما في جديد بإطلالتها كالعادة. أكيد هلا هي حلوة، شو هيفا وهبة حلوة تنحكي الصراحة، وبتحب لأنه تقدمت بالعمر، بتحب أكتر تلفت نظر بجسمها، أنه شوفوا أنه أنا جسمي حلو وبعمل رياضة. شيلونا من هيفا وهبة، خلينا نروح على أطلالة لجين عمران. الفستان مبدئيا حلو، كل شي في حلو، لحد ما نشوف هالشي المدور المحطوط على ايدها. ما بعرف اذا هيدا الشي بيتسمى اسوارة، مثل كأنه كان جاي طالعة من البيت وهي وعم تغلق الباب غلق على ايدها وورم ولفته بشي وجات. يعني كل شي في شايف اساور، ماني شايف هيدي الاسوارة قبل، مثل كأنه قدر نحاسي لتفلفلي في رز. مين هالديزاينر، مين هالستايلست اللي عمل لك هيدي الاطلالة؟ يكسر ايدي، من اسوأ الاطلالات يلي شفتها. يعني ما بنعرف شو الفكرة من هالاسوارة، يمكن هلا مخترعين شي جديد. اذا جعتي انت وبالمهرجان تفتحيها هيك شوي بتطلعي كبشة رز وبتدوقيهم. صحتين على قلبك، وان شاء الله ما نشوف بقى هيك اطلالات ملوثة للنظر. دينا الشربيني راحت على مهرجان الجونة وفلتت وغنت لنا غنية فلتت، خلينا نشوف لتفهموا عن شو عم بحكي. قلت بسيط، فتفت لي القرشيل فتفيت، رقص لي الكناري عبيد. طب فلتت 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 بارابا، فلتت فلتت بارابا، فلا 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 فلتت منه، فلتت ترتا، فلتت فلتت. يعني عدا عن تقالة الدم وسخافة الغنية اللي عم بتغنيها انت وهالشي اللي معك، ركزولي على اللبس اللي لابسته دينا الشربيني. هي هالفضة ورايحة مغطيتلي الرمانات مثل كأنه رابطتهم خايفين ليوقعوا. حبيبتي معك حق تخافي ليوقعوا وتربطيهم بهيدي الطريقة، لأنه ما عندك حجم من الأساس. بستغرب إنه إنسانة أنت عندك مراية وبتعرفي حالك إنه شبه رمانات معدوم، تجي وتلبسي بهيدي الطريقة. يا حبيبة قلبي، أنت لو لبستي كيردوني وشاليموني ما بيبينوا أنت بأمان، بس مش لبقلك. إذا في شي منه حلو منغطيه، مش نجي منبرزه مثل كأنه لفتيهم بشرطتيهم، مثل هول بيكونوا طالعين من المستشفى عندهم حروق بلفون بهذا الشاش. كتير بشعة هيدي الإطلالة، ما بعرف إذا كنت أنت عندك تصوير لحدا جبرك تلبسي هيك أو هيدا ذوقك. إذا هيدا وذوقك مصيبة، وإذا بالتصوير ملبسينك هيك مصيبة أكبر. لا، ولابسي فضة وعم بتغني فلتت، والله أنا ماني شايف فالت إلا عقلاتك. طاروا من لما عمرو دياب، طارت دينا الشربيني. No chance. No chance أبداً.
غادة عبد الرازق من بعد سلسلة انفصامات على السوشيال ميديا تعود هذه المرة بجلسة تصوير مع ابنتها روتانا. شو هالاسم؟ خلينا نشوف جلسة التصوير ونعود للتعليق. يعني كمية تقالة الدم والسخافة الموجودة بهيدا الفيديو تتخطى بمراحل وبعشرات تقالة دم ميس حمدان مجتمعة مع شازا حسو. تحت الأرض رايتك. شو هي شو هي جلسة التصوير تجي بتعملي لنا بقك هيك مثل السمكة؟ شو لهذا يعني شو هي؟ إنه ما رح بوسها؟ أكيد يا حبيبتي ما حتبوسيها، لأنه إذا حتبوسيها حيصير عندك حالة تسمم من كتر ما إنك داحشة على وجهك وعلى وجهها ميك أب حاطة طون ما شاء الله. أي نقرة بتفوت بتمك بصير عندك حالة تسمم، بصير بدنا ننقلك على قسم الطوارئ بمستشفى تحت الأرض رايتك للفنانات الجلاجيق. شو هي يا عمي؟ غادة عبد الرازق آخر فترة الطابق الفوقاني مأجرته. انفصامات، ساعة بتمحي الصور عن الانستغرام، بترجع بتختفي، بترجع بتحط صور وحشتوني. يعني كمية الهبوط والعودة إلى الحالة النفسية عندك بخطر شديد. بقترح عليك وأصر ضروري تروحي هلأ قبل اليوم قبل بكرة عند حكيم نفسي، لأنه حالتك خطيرة جدا. أنت تتكلم جد؟ والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد. فيفي عبدو بآخر لقاء بقناة عراقية صرحت تصريح جدا مهم، خلينا نشوف هالتصريح ونعود. محمود قد انا رقصت له، ده لسه نازله قريب. عجبتني جدا جدا، والحقيقه ما كنتش احبك حبيبي واشمك اضمك حبيبي واموت عليك. الله اموت عليك، وانا هو يقول اموت عليك وانا امسك صدري كده، يعني الله اموت عليك. محمود التركي كبير، لا يعني هو شخصيه جميله جدا طبعا. تمسكي ايه يا ولية؟ تمسكي ايه؟ انا انت بقناة عراقية وعم بيشوفوك ملايين العراقيين ناطرين الست فيفي عبده، كانوا متوقعين منك تمسكي العصا وتطلعي ترقصيلهم، بالاخر مسكتيلهم الرمانة وجرستينا. ما بس جرستينا، فضحتينا قدام الدنيا كلها. بيقولوا مصر ام الدنيا وانت عم بتمصلي مصر، بتجي بتقولي لهم بمسك رماناتي وبتمسكيلهم اياهم على الهوا. شو خايفه يفلتوا؟ خايفه يوقعوا؟ ولو هيدا حكي بيطلع على الهوا قدام ملايين المشاهدين. عن جد يعني فيفي عبده كل ما تكبر كل ما تفاجئني اكثر. انا بقول بكره عكتر اللقاءات وعكتر ما بتطلع وبتشوف بتصير اذكى وارقى، ولكن سبحان الله كل ما عم تكبر كل ما عم بتسوق حاله ذكاك. يعني القالب غالب، شو ما عملتي يا فيفي ما بتتغيري من وقتها سيلفي مع ربينا. انا فهمت انت شخصيتك كيف. ولي تحت الارض رايتك جرسينا. الممثل المصري أحمد الفيشاوي يعود من جديد برفقة زوجته، ولكن هيدي المرة بدون مهرجان. خلينا نشوف شو عمل. يعني أحمد الفيشاوي مثل كأنه ما حدا عنده دبابة ميركافا غيره، وين ما يكون في مهرجان حامل هالميركافا ونازل تمجيق فيها، حامل هالميركافا ونازل تمجيق فيها. لا يا عمي، شو اخي شو خير هيدي هاي الحركات التبويس والتمجيق؟ روحوا اعملوها بجبهات القتال بالفراش. الجمهور ما هو مضطر يجي يشوف اذا انت مبسوط مع مرتك واذا بدك تبوسها او لا. في شيء اسمه حياة شخصية، ما بينفع نجي كل شوي لا ما عندك يعني اعمال ينحكى فيها. خلص صارت قديمة، صرت ممجأ فيها اكتر ما دنيا بطمع عاملة عمليات تجميل يا خي. يعني خلص صار الموضوع يعني كتير مكرر حاله، ما بقى يعطي نتيجة. يعني إذا عملنا الفطنة نظر أول مرة وعلى المهرجان وبس كنت أول واحد بيعمل بهذا الشيء، خلص صارت حركات قديمة. لعبوا غيره. ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. نشرت رولا يموت وبشكل مفاجئ صورة تجمعها بإختها وشقيقتها هيفا وهبي. مثل ما عم بتلاحظوا من ملامح السيليكون بالصورة تبدو
حديثة العهد، منقول لهم ألف مبروك إذا تصالحوا. يعني هذا الشيء أنا كنت عم بحكي فيه من زمان، ولكن الأهم من المصالحة أنه هيفا وهبي تضب أختها عن السوشيال ميديا بقى. إذا هي بحاجة لمصاري أعطيها من مصرياتك، ضبيها، اهتمي فيها واهتمي بأمك. حاجة تركينا بهذه الطريقة على السوشيال ميديا عم بتشوه سمعتها وعم بتشوه سمعتك كمان. يعني الطريقة يلي طلعت فيها هيفا وهبي، يعني مش عم نقول هي حجة والبيت ده طاهر، بس أنضف بكتير من الطريقة يلي عم بتعمل فيها الست رولا يموت. جدا مقززة لدرجة انه ما بسترجي ولا بجرؤ حط فيديو من فيديوهاتها عندي على القناة من كتر منن اوفر. فبانتظار الايام المقبلة، هل يا ترى هيدي الصلحة رح بتأدي لضبضبة رولا يموت، او رح يضل ملقفلتين؟ الايام رح بتجاوب عن هيدا الموضوع ورح ضل متابعه. ولي تحت الارض رايدك جرسينا. الفنان السعودي المقيم بالكويت أثار الجدل بعد ما أدى أغنية بعنوان هيمانو. هو عمين عم نحكي عن بدر الشعيبي. خلينا نشوف شو غنى ونعود للتعليق على الموضوع. قبل ساعة كنت وياه أدق على جمع رديتي علي قبل ساكت وياه ومهم بس ليش الغدا ما حصيتي هيمانو هيمانو قبل ساعة كنت وياه. أبدعت، الله يسد حلقك إليه على الغنية. عيدي من وين جايبها يا عمي؟ لو طلبنا بوب مارلي من علي إكسبرس ما كانت طلعتنا النتيجة الرهيبة. شو هي يا عم؟ يعني يا محلى الترجمة اللي بيعملوها بالأفلام الهندية لما يعملوها عربي، بأكد لك النتيجة أفضل بكتير. هاي دي بتشبه كل شيء، هذا الشيء اللي قلته إلا غنية، كأنه نسوان الفرن مجتمعين الصبح على فنجان قهوة وعم بيلقلقوا. كيف طلعت معك غنية ما بعرف. هلا أنت عندك أغاني حلوة، شفت على اليوتيوب ما شاء الله عندك مشاهدات وعندك أغاني ضاربة، بس هاي الغنية بأكد لك أنه لا حتقدم ولا تأخر بمسيرتك الفنية. على طول إيريز وديليت على السريع. ولي تحت الأرض رايدك جرسينا. من جديد تطل الفنانة المصرية روبي بإطلالة بهذا الفستان الأخضر، كتير حلو ما شاء الله عنك. يعني لو رايحة عند بياع الخضرة ورحتي طلبتي منه خسة وفجلة وجمعتيهم مع بعض وعملتي كوليكسيون فستان، كان أحلى من هالتلوث البصري يلي شفناه. أنت أسوأ فنانة مصرية باختيار الملابس، أنت بوستي شلبي. وبخصوص الكرش يا حبيبة قلبي، لما يكون عنا بطن نلبس مفضفض، نلبس واسع شوي، منخبي. ما هي الملابس قياسات، وكل قياس مناسب. مش إذا عنا بطن 4-5 متار نجي نلبس سمول وميديوم لأنه من فوق من ضيق ومن تحت من وسع. لا، ما بيمشي الحال هيك. بدك كل تيابك تكون واسعة لحتى تخبي. ما نو غلط الإنسان أصلاً يكون عنده بطن أو كرش، يعني مش كل العالم مجبورة تكون مودلز بالنهاية، بس على القليلة نعرف شي نلبس، شي خلينا ما نصير الجدل أو العالم تحكي عنا لما نكون بإطلالات عامة. تحت الأرض رايتك عريت بقت الجرجير اللي لابس. نشرت اخيرا نوال الزغبي اغنيه جديده هيدا الاسبوع. هلا انا عاده على طول بنتقد سلبي، بس قلت هالمره بدي احكي بشكل ايجابي، لانه اول مره من بعد فتره بنلاقي نوال الزغبي عم نشوفها بطريقه متجدده، بطريقه لايقه بتليق بمسيرتها الفنيه. في تجدد بالكلمات، في تجدد باللحن، والكليب رائع جدا، بيناسب عمرها. ما شفناها متصابيه ومزغره حالها 20 سنه وعم تعمل ادوار شايفينها من قبل، بالعكس قدرت بكروكي تمثل بالفيديو كليب قصه قريبه من كلمات الغنيه، وبنفس الوقت بتليق بعمرها الفني. انا كتير حبيت هيدي الغنيه وعم بسمعها اكثر من مره، وذكرتني كتير بالاغاني اللي كانت تعملهم شيرين وجدة ببدايتها. ألف مبروك الغنية. ولي تحت الأرض رايدك جرسينا.
انتشرت إشاعات مؤخراً عن الست مروة راتب إنه أفاها يلي وراها هو من الإسفنج مصنوع، ولكن هيدي الإشاعات استفزتها وقررت ترد على الموضوع. خلينا نشوف شو ردها ونعود. نور الغباء في أبهى حلته، يعني وين ما أدخل ألقى فضيحة مروة راتب. أعوذ بالله، شو من فضيحة؟ آخر شيء فيديو عادي أنا ياسي ألعب ويا بيتر بعدنا الثالثة مصورة. كل واحد كتب فضيحة يعلق أنت الفضيحة عاجلاً غير آجلاً. يعني شو هالغباء؟ أول شيء البنت اللي ياسة تصور ونشرت الفيديو، الفيديو مش متسرب. أنا أدري إنها ياسة تصور وتستأذن مني كل أربعة، ولا واحدة تنزل شيء بدون ما تستأذن مني. لو أنا أعرف إن في شيء غلط أو هذا بقولها لا تصورين أو لا تنزلين، تصور بعلمي ونزل برضاي. النقطة الثانية، في شيء اسمه لبس وايد وايد واسع، شيء طبيعي يوم تكون شيء لابس شيء وايد واسع حيل واسع تكون ضايع داخله مبين ضعيف. غير عن كذا لون اسود ومعروف ان الاسود يضعف. غير عن كذا بعيد زاويه التصوير تلعب دور، في فرق بين اني اكون قريبه من العدسه وفرق يوم اكون بعيده عن العدسه. معروف هالشيء اللي يعرفون في التصوير، كل ما بعدت عن العدسه كل ما بينت انعم او اضعف، وكل ما قربت من العدسه كل ما بينت امتن او اكبر. يعني كتر خيرك انه طمنتينا، يعني نحن ما كنا حنقدر ننام الليل لو ما طمنتينا انه الديريير طبيعي، يعني كل شيء الا تيتي يا عزيزي اسمنا اسفنج وطبيعي. كتر خيرك، يعني انا لازم، بس انا ما بصدق، انا لازم دس لاتاكد من اللحمات صراحه. كل شيء الا السمعه داخلكم، ولي تحت الارض ريتك وإلك عين تحكي، إلك عين تحكي طالعه تحكي تيتي طبيعي وتيتي ماشي. ولو وين صرنا؟ إلكي عين تفتح الموضوع أصلاً وتردي على العالم إذا طبيعي ولا منو طبيعي؟ واضح يا حبيبتي داحشي محشاية وحدة كنباية كمان، مستحيل يكون هذا الشيء مزبوط، كتير أوفر رايحة بالعرض، كتير مش مزبوط هذا الشيء. شو جاية تضحكي علينا؟ حاطة محشاية وحدة كنباية وصالون وصفرة كمان، روحي يا عمي. ولي تحت الأرض ريتك جرسينا. بآخر مقابلة لنادين الراسي حكيت عن استبعادها من المسلسلات، خلينا نشوف وناهو. يوم نادين غايبة أو مغيبة عند الدراما؟ مغيبة طبعاً، لما ما بيجيك عروضات من شركات إنتاج أنت إلهم فضل وإلك فضل عليهم أو كتاب أو غيرها، في علامة استفهام لأنه بعرف مسك. هلا ما عم بنعرض عليك مسلسلات أبداً؟ يعني شو عملت نادين الراسي؟ نادين الراسي إنسانة طبيعية مثل أي فنانة، صاحبت وطلقت فضحت وتعالقت تهبشت هيويات تحليش وشت شعر ودراما، كل العيال بصير فيها هيك. ما عم بفهم ليش، صحيح تصرفت شوي بشكل أوفر بس منو لدرجة إنه نجي ونستبعدها عن الدراما اللبنانية والعربية. بالنهاية هي ممثلة شاطرة جدا، وأنا يعني بيكونوا عم بيعرضوا على التلفزيون مسلسلات هي مشاركة فيهم من قبل، إن كان كوميدي أو إن كان دراما، بحبها كتير بالتمثيل، أغلب أعمالها نجحت. إنه هل يا ترى بتستاهل الأشياء اللي صارت معها بحياتها الشخصية إنه نستبعدها عن الدراما كليا؟ يا حبيبتي ما بتكون تعطوها دور بطولة، عدوها دور شريرة بطلة. إذا أنتوا شايفين الشريرة والأفعال اللي عملتها كلها شر، وهو عن جد في كان شوي تفاصيل شريرة بحياتها، تعطوها دور الشريرة البطلة. يعني ما معقول كمية الاستبعاد هالقد، لأنه هيدي الإنسانة بتعطي، قادرة تعطي أكتر. صحيح مشحوطة بحياتها الشخصية وخاطبة واحد قد ابنها، بس قوية بالتمثيل. أنا لو منتج بلاقي لها أدوار عطول بعدة مسلسلات. حرام حرام لإلها وحرام للمنتجين إنه يحرموا المشاهدين من أعمال قادمة لنادين الراسي. ولي تحت الأرض ريتك جرسينا. دكتور الخيار يعود بالتعليق من جديد المشهور على تيك توك بنصايحه الشوي اوفر، هالمرة عم يحكينا عن فوايد السائل اللي بيطلع من الخيار للوش. خلينا نشوف شو عم بيقول وانا. برأيكم اقوى كريم للتجاعيد ولبشرتك انت كمرأة موجود بالصيدلية؟ اقوى كريم موجود هي مادة بجسم الانسان تحديدا الذكر، فاذا كنت مزوجة استغلي الموضوع. اقوى كريم مليان فيتامينز، وعرفتوا شو هو اي ثينك. اوكي السائل،
وأنا حبيت أعطيك في معلومة أنت يمكن ما بتعرفها، أنه الدم اللي بيطلع من الدورة مفيد جداً للسانك، لأنه تحت الأرض رأيتك عرات هيدي المعلومات يلي بتعطينا يا أخي. من وين بتجيبهم أنت؟ شو هالقرف هذا؟ لا يعني مجربها أنت، حاطت كريم منه على وجهك؟ شو هي عم بتجيبولنا معلومات حدا بيقلها؟ مش بس هو، مثل كانت جارتنا من زمان قال إذا واحد طلعت له حب يشخ عليها بصح. مش معقول، في شيء اسمه دواء وفي شيء اسمه قرف. ما معقول هيك كل ما نسمع شيء نجي نصدق ونحط على وجهنا. يعني بالنهاية في طب وفي كريمات خصوصي لهالشي، مش لنجي نعمل مدري شو. يعني عيب، حتى ما بقدر احكي اكتر من هيك. ما بعرف خي، بدنا نشوف النتيجة عليك. بتمنى تعملنا اختبار تنشوف كيف حيصير نظارة وجهك وبلا فلتر، ساعتها بنرجع منعيد التعليق على الموضوع. ولي تحت الارض رايتك جرسينا. بعرف في كتير منكم ناطرين احكي عن اللي صار معي، اكيد انتو جمهوري وبحق لكم تعرفوا. انا تعرضت لمحاولة قتل وسرقة بمنطقة طرابلس بلبنان من قبل 3 اشخاص، حافظ والجن، وان شاء الله حيجي اليوم، وان شاء الله يكون قريب كتير اللي شوفهم بالحبس. كان سرقوا الموبايل مني من بعد ما تعدوا علي بالضرب، مثل ما عم بتشوفوا وجهي من هون في تشطيب سكاكين من هون، تعرضوا لي بالضرب كتير على رقبتي على راسي، نزل مني كتير دم. كان هدفهم انه يطلعوني من السيارة لحتى يسرق السيارة، ولكن انا ما قبلت ابدا، ومشان هيك ضربوني كتير، لانه هيدي السيارة كتير تعبت لجيبها، مش رح استغني عنها حتى لو كانت رح بتكلفني حياتي. كنت مقرر هذا الشيء، والحمد لله انه الله خلصني من بين ايديهم. سرقوا التليفون صحتين على قلبهم، ولكن انا بأكد لكم انه ما رح اوقف على حقي، ورح جيبكم، رح جيبهم ورح فوتهم على الحبس لحتى يكونوا عبرة لغيرهم. الفقر منه مبرر للسرقة. فيك تروح تشتغل بالزبالة ولا تسرق وتتعدى على الناس يلي منهم عاملين لك شي ولا ازينك بحياتك، انت بس لانه منك حابب تشتغل بتلاقي هيدي الوسيلة اسهل لحتى تسرق وتعتدي على غيرك، وكنتوا رح تتسببوا بمقتلة. الحمد لله انه الله يمكن منه رايد انه روح هلأ عن الحياة. اكيد بحب اتشكر الناس يلي خلصوني، يلي وقفوا حدي اسماعيل وعمو، هني بيعرفوا حالهم، ساعدوني لحتى من بعد ما كنت مدمم، واستقبلوني ببيتهم وساعدوني لطلع السيارة من المحل يلي كانت فيه. بحب اتشكر كل العالم والقوى الامنية يلي عم بتساعدني حاليا لمتابعة وملاحقة المجرمين، وان شاء الله بالقريب العاجل بيتم القبض عليهم، وإن شاء الله رح تعفنوا بالحبس، لأني ما رح أتنازل عن حقي أبدا. مش شاني لأحمي غيري من أنه ناس حيوانات هيك تجي وتعتدي على ناس أبرياء مثلي. هيك بنكون وصلنا لنهاية هيدي الحلقة. مثل العادة ما في داعي أذكركم، فيكن تتواصلوا معي على إنستغرام لحتى تقترحوا المواضيع يلي في منهم أنتم اقترحتون بهيدي الحلقة. إذا كنتوا حابين تشوفوا المزيد من الحلقات بنصحكم تعملوا سبسكرايب، وأهم خطوة أنه ترنوا الجرس لأنه اللي جاي إن شاء الله أقوى بكتير.